عوامنا متتالية وانتهاكات متراكمة وصمت مطبق هو ما نشهده هنا في هذه المنطقة في الجنوب الشرقي لدولة بنغلاديش، حيث نزح من مسلمي الروهينجيا المعرضين للاضطهاد منذ سنوات متتالية من قبل حكومة ميانمار وأيضا الجيش وعدد من المسلحين هنا إلى هذه المنطقة التي تتبع مديرية كوكس بازار، والتي بها الآن تقريبا 400 ألف لاجئ روهينجي منذ بداية الأزمة الأخيرة. حتى هذه اللحظة وصل هؤلاء اللاجئين إلى هنا عن طريق البحر، وبعضهم سار لمئات الأمتار على أقدامه حافيا عاريا. الرجال والنساء والأطفال يفترشون الأرض بهذه الصورة التي ترونها، وأخذنا الطريق منذ الصباح ولم نصل إلا في هذه اللحظات، حيث أصبح الليل هو الذي يسيطر على كل شيء. كما ترون هم يجلسون على الأرض يفترشون الطرقات، رجال نساء أطفال عراء جائعين، ليست لديهم أي مؤونة، ينتظرون من يقدم لهم يد العون بأي وسيلة ممكنة. الأطفال يتسولون في الشوارع، الأمهات، النساء، الرجال، كلهم يريدوا لقمة، كلهم يريدوا مسكنا، ولا يعني لا يذهب ذهنكم بعيدا عندما نتحدث عن مسكن، فأقصى ما يحلمون به هنا في هذه المنطقة في كوكس بازار في الجنوب الشرقي لدولة بنغلاديش التي رحبت بهم مؤخرا هو خيمة تسترهم من المطر الشديد والشمس وكل العوامل، وتستر عوراتهم أيضا. الرجال والنساء والأطفال لا يملكون حتى أبسط الملابس ولا حتى أبسط الأغذية. على طول الطريق حتى نصل إلى هذه المنطقة وجدنا رجالا ونساء وأطفالا عاريين جائعين يتسولون الطعام والشراب. 400 ألف لاجئ وصلوا إلى هنا، وقامت بنغلاديش باستضافتهم. رئيسة وزراء بنغلاديش قالت في الأمم المتحدة أنها دولتها فقيرة، ولكنها لن تقف أمام استضافة أيضا من 500 ل 700 ألف لاجئ. هذا هو الوضع الآن، هناك محاولات لتقديم يد العون. أتينا إلى هنا بصحبة جمعية قطر الخيرية أو قطر تشاريتي في واحدة من حملاتهم الأخيرة لأجل تقديم هذا العون. هم أطلقوا حملة باسم هم أطلقوا حملة لأجل دعم الروهينجيا، جاءوا ببعض الغذاء وجاءوا ببعض الملابس وجاءوا ببعض الأدوية الطبية. ودعونا نتعرف على بعض التفاصيل من مدير مكتب قطر الخيرية هنا في بنغلاديش. أولا بتعرف عليك. أنا محمد أمين حافظ، مدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش. دكتور محمد، يعني أنت معنا منذ ظهر اليوم وساعدتنا في الوصول إلى هنا، ولكنك هنا منذ وقت طويل، بصورة دقيقة أخبرنا عن الوضع الذي نراه بأعيننا الآن، ولكن بالتأكيد لديك مزيد من التفاصيل. كما تروا يعني الناس متجمعين في الطرقات ويبحثون عن الطعام، يبحثون عن الشراب، يبحثون عن المأوى، والذين ترونهم هم عينة بسيطة من مئات الآلاف وما يزيد على 500 ألف، وبعض التقديرات يزيد على 700 ألف و800 ألف لجوا إلى بنغلاديش خلال الشهر الأخير لما يعني تم عليهم من اعتداء وما تم عليهم من ظلم وما تم عليهم من قتل وتشريد وتهجير ونهب للممتلكات ودمار للبيوت. دكتور محمد، الانتهاكات التي تعرض لها الروهينجيا كانت مثار للحديث على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار على مدار الفترة الماضية، ورغم ذلك نرى أن المعونات المقدمة إليهم حتى الآن قليلة وضئيلة ومحدودة. قطر الخيرية أعتقد أنها هي المؤسسة الوحيدة الموجودة هنا الآن لتقديم الدعم. هل يمكن أن تشرح لمشاهدينا كيف يمكن تقديم الدعم للاجئي الروهينجيا الذين تجاوز عددهم تقريبا 400 ألف لاجئ حتى هذه اللحظة وصلوا إلى بنغلاديش منذ بداية الأزمة الأخيرة؟ طبعا كما نعلم أن هناك كثير من الجمعيات الخيرية ومنها جمعية قطر الخيرية تبذل كل جهدها لإيصال المساعدات لهؤلاء المساكين، ونرجو من جميع الأخوة والأخوات أن يقدموا يد العون لهذه الجمعيات
حتى تستطيع تقديم المزيد من العون والمزيد من الخير وتستمر في هذا الخير وهذا العون، حيث أنهم يحتاجون المزيد منه ويحتاجونه لفترات طويلة قادمة قد تكون تزيد على السنين. حتى الروهينجيا بحاجة إلى الإنسانية، أو يعني الاسم المختصر لحملتكم الأخيرة هو طبعا الإنسانية، هي يعني الحياة كلها التي يحتاجها الإنسان، فهم بحاجة لكل متطلبات الحياة الأساسية التي حتى ضمنها الله سبحانه وتعالى لأبونا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تعرى، أي أن لهم الطعام ولهم الشراب ولهم المأوى ولهم اللباس ولهم الصحة. دكتور محمد، نحن رأينا علمناك وعلمنا الإنسان ما لم يعلم. دكتور محمد، نحن رأينا رجال ونساء وأطفال عراء يتسولون طعامهم، هل يمكن أن نتحدث إلى أحد الجالسين هنا أن تتحدث لغتهم وتتحدث أيضا العربية؟ هل يمكنك أن تساعدنا في التحدث إليها مثلا؟ اكتب كتبه به، تفضل. هل يمكنك أن تسألها ما الذي رأيته هناك؟ أبنى لكي هو سي كاني بار ما كي هو سي تقول أنه في بورما تم الاعتداء عليهم ويعني إيذائهم وتعرضوا ل يعني الخطر الشديد من في بورما. كم عدد أسرتها؟ كم عدد أفراد أسرتها؟ أبنا در بوري بار كوتوجون بوري بار أتشون. عدد أسراد أفراد أسرتها 8 أشخاص. ما الذي يحتاجون إليه من الطعام والشراب والملبس؟ أب نادر كيبروجون كيبروجون أسي كيبروجون أسي كيبروجون أسي تحتاج إلى الماء والآن بشكل أساسي، حيث أنها حصلت على مواد الطعام الحمد لله من قطر الخيرية. মহিলা দুজন পুরুষ একজন উড় হসপিটাল গুলি খাইয়ে দেয় একজন লোক গুলি খাইছে মেডিকেল আছে আর ওরা দুজন মহিলা এখানে আছে وتحتاج ايضا الى العلاج عندها بعض افراد اسرتها مرضى وهم يتعالجون الان في مركز قطر. هي تحتاج الى الماء، واين تسكن في هذه اللحظه؟ ومنذ اتت الى بنغلاديش كم عدد الايام التي قضتها هنا؟ ابن رايك اني بنغلاديش كوي دي ناسي كوي دي ناسي كوي دي ناسي كوي دي ناسي هي الآن منذ 24 يوم في بنغلاديش، وتقيم في عش من أعواد البامبو والبلاستيك، وهذا ليس مناسب حيث لا يسقط تدخل الأمطار في داخل هذا العش، وبسبب ذلك لا يستطيعوا أن يناموا ولا أن يجلسوا، وأكثرهم في أغلب الوقت هم مرضى بسبب هذا العش الذي لا يناسب للحياة الإنسانية. إذا طلبت منها أن توجه كلمة لرئيسة ميانمار، ما الذي قد تقول؟ أبني جودي ميانمار بريزنت جنو كي بولتي كان؟ بان الله توكي هاي تصدى توارد داش الله؟ آر نتزاتن غجا آجي غري آر كسو كي توارد كي يار جاب الله مناسنة توارد داش جاب الله؟ أرد جاتنو هي تقول أنها يعني تقول أنه ليس فائدة من توجيه أي شيء لمسؤولين بورما، لأنهم لا يسمعوا وفقط هم يعتدوا عليهم ويريدوا أن يخرجوهم من بورما وما يسمعوا أي كلام. الكلام كثير، تكلم الناس كثير، ولكن الحكومة في بورما تزداد في الظلم والاعتداء عليهم، ولذلك هي تقول لا فائدة من الكلام. لا فائدة من الكلام. إذن دعوني أذهب إلى دكتور. يمكنك أن تساعدنا مرة أخرى؟ هل يمكنك أن تساعدنا مرة أخرى مع هذا الشيخ؟ يعني الذي أريد فقط هذا الشيخ، فيعني بالتأكيد مروره. نعم، السلام عليكم. هل يمكنك أن تسأله عن اسمه؟ متى أتى إلى هنا وكيف؟ أبن النام كي الأمين. الأمين اسمه الأمين. الأمين أبن نكوخن أي سنة كان كوي دين كان ياسي نور درزي 15 هو الآن هنا منذ 15 يوم. كيف جاء إلى هنا؟ أبن ركي بهبي كان أي سن بيجي تقول بيجي هيت هيت أي سن بيجي تقول بيجي جاء مشيا على الأقدام سيرا على الأقدام. كم يوم؟
قويت دين ابنا هيت 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 سنة. هذا شو دينار؟ 12 دينار. 12 يوم وهو يمشي سيرا على الأقدام حتى وصل إلى هنا. كيف استطعت ذلك؟ ابن ركيبها بأتو ماني هيت كيف حتى بريدي هو يقول ماذا يفعل؟ ليس محمود إلا أن يمشي ويمشي ويمشي للحفاظ على حياته. ليس كان أمامه أي شيء إلا أن يستمر في المشي للحفاظ على حياته، من أجل ذلك مشى، لم يكن أمامه أي طريق أخرى، من أجل ذلك من أجل الحفاظ على الحياة واستمر في المشي 12 يوم ولا يعرف كيف استطاع أن يمشي هذه 12 يوم. هل كان ذلك مؤلما؟ ابن ركوب كوستو بايسين هو نعم كان ذلك مؤلم شديد، ألم شديد. هل لديه أسرة هنا؟ ابن ندر بوري بارسي بولي بدر بوري بارسي بولي بدر إكاني إكاني دوت جنازة عنده أسرة من 10 أشخاص. هل جاءوا جميعا معه؟ ابن ندر دوش دون أي سين كاني جاءوا. أين يعيشون جميعا الآن؟ ابن ركوتاي تكن أخون باري نرابطري كان يعيش في المخيم في الداخل. ما هي الاحتياجات التي يريدها بشكل عاجل؟ أنا أرى في يده بعض الطعام ويعني بعض الطعام. هذا الطعام أيضا من القطع الخيرية، الطعام المطبوخ. ابن ركيب بروجون أخون بروجون آي يا سيدي كيف يجب هذا الكلاب والطوب؟ هذا الترف الله قدي يحتاج إلى الخيمة والمأوى، وبالإضافة إلى طبعا العلاج، بالإضافة إلى الأغطية والفرش، وأيضا طعام حليب الأطفال، وأيضا طعام النساء خاصة الحوامل والتي يعني التي عندها. دكتور هل أخبرنا كم عمره؟ ابن ندر بوش كوتو عمر بوش كنات كوتو سياشي 86 سنة. 86 سنة. 86 عام، إذن هي أقل من عمر هذه الأزمة التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن مستمرة ومتكررة ولم تنتهي. سلطات بورما تكرر كل فترة وأخرى الاعتداءات على أماكن أو على إقليم أراكان، على تلك الأماكن التي يعيشون فيها، طردوا مرة وأخرى وأخرى، هم الآن نازحون أو لاجئون بشكل كامل في بنغلاديش في هذه المنطقة على طول الطريق. لا يمكنكم أن تتخيلوا تقريبا لمدة ربع ساعة مشي كل الأشخاص يجلسون على الطرقات، لا مأوى لديهم، يأخذون الطعام والشراب كما ترون. 86 عاما لم تكن كافية حتى يتم حسم هذا الاضطهاد، حتى يتم حسم هذه المشكلة، حتى يستمع العالم لصوت هؤلاء الأشخاص. 86 عاما وربما أكثر لم تكفهم لكي تكفي هذا العجوز أن يكون الآن في بيته دافئا مرتاحا بين أولاده وأطفاله، وهو الآن على الطرقات يشحذ بيتا، يشحذ دفئا، يشحذ طعاما. وهكذا هي الصورة، نستمر معكم على مدار الأيام القادمة من هنا من كوكس بازار، والتي بها تقريبا أكثر من 400,000 لاجئ من لاجئي الروهينجيا الذين أتوا فرارا من الموت في ميانمار واحتضنتهم بنغلاديش. شكرا لك.